ورحمة الله وبركاته، تحياتي لجميع الأصدقاء والأحباب ومتتبعين جدد. شكرا لكم بزاف، نشكركم إخواتي على التعليقات اللي تخليوها لي واللي تحفزني باش نقدر نكمل ونخدم معاكم وندير جديد. موضوع اليوم هو كيفية نقدر ندخلوا الاستوديو القناة من جوجل. يعني كان قبل يعني شوية صعيب، تدخل يعني تضغط على البروفيل ومن بعد دير قناتك ومن بعد تضغط على سطح المكتب وتضغط على هذوك 3 نقاط، المهم تدخل واحد 5 خطرات باش تقدر تدخل الاستوديو وتشوف الاحصائيات وتشوف ولا تشوف السوايع ولا تشوف، المهم اي حاجة تشوفها طول باش تشوفها. وتعبك واوقات الانسان ما يقدرش يدخل كي يتمرض، المهم ما يشوفش واش عنده واش ما عندوش. في الفيديوهات نقولوا مثال فيهم دولار احمر او عنده انذارات ولا عنده اي حاجه تجي شويه صعيبه ما يدخلش. هي نديروها ان شاء الله هذه المره غير بضغطه زر واحد، يعني تضغط غير بصبعك مره واحده تدخل ديريكت للاستوديو وتشوف كل الاحصائيات اللي عندك وتشوف اي حاجه. خليك معايا نوريكم كيفاش الخدمه، ما تقلقوا لا والو. هنا ندخلوا لجوجل، خليك معايا ندخلوا لجوجل كيما بكري. مثلا نضغطوا هنا على البروفيل، نضغطوا على قناة، نعاودوا نضغطوا هنا على 3 نقاط، هذا نديروا سطح المكتب. خدمة كبيرة، نعاودوا نكبروها، زيد نضغطوا على البروفيل هذا وندخل الاستوديو هنا. من بعد واش يدوموندي عليك، زيد يدوموندي عليك ترجعو هاي راح دخل. المهم هم 3 خطوات ولا 4 خطوات باش تقدر تدخل. احنا واش نديرو المرة هذه، نضغطو على 3 نقاط هذم ونهبطو هنا هذه اجوتي ا ليكرون، هذه نضغطو فيها، هذه اللي فوق سطح المكتب، هذه ثانية نضغطو فيها. هنا نكتبوا اي حاجه، المهم باش تبان برك نكتبوا اسم ولا نكتبوا اي حاجه نمسحوها خلاص. مثلا نكتبوا سامي، ديري لها اي اسم. نضغطوا هنا اجوتي وهاي خرجت معنا لتحت. ها هي واش دير، تبقى ضاغط غير على اليوتيوب، هذا رمز اليوتيوب، تضغط عليه بصبعك، تبقى ضاغط عليه ويخرج معاك. ها هو معنا، ها هو تحطو وين تحب، مثال تحطو هنا، ها يخرج مكتوب تحتو سامي، ها سامي واليوتيوب وفيه جوجل. واش دير انت مرة جاية، ها مرة جاية واش دير، تضغط فيه ها يدخل ديريكت الاستوديو. مبقيتش تمرض راسك تضغط على 3 نقاط هذيك والحوايج هذي كاملة، تنحيها من راسك، تدخل الاحصائيات، تدخل السوايع، تدخل اي حاجة بقناتك غير من ضغطة زر واحدة. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، راهي سهله ما كاين والو. ها هو تحطها وين تحب وتخدم بها، ونتمنى لكم النجاح ان شاء الله. والسلام عليكم مره خلاف ان شاء الله، ونوريكم طرق اخرى ما نبخلكمش. وما تنسونيش من الاعجاب وتبارطاجيو الفيديو مع الحباب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.